بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم نحن في اليوم الرابع للبرنامج الدولي لقادة الطيران المدني اه في دورته الثالثة نحن اه اه يعني أول برنامج أطلقناه تقريبا قبل خمس سنوات وكنا نعمل اه تقريبا كل سنة وبعدين جت مشكلة كورونا ووقفناه لكن هذا البرنامج القصد منه هو نقل التجربة الإماراتية في الإدارة الحكومية إلى أخواننا المسؤولين عن الطيران المدني سواء العرب أو غير العرب وإن كانت الدورة هذه مخصصة للقادة العرب ولله الحمد عندنا نحن فوق العشرين ضيف من وزير ورئيس سلطة الطيران في الدول العربية تشاركنا وإياهم بخبراتنا يعني وكان البرنامج مكثف انطلق من يوم الاثنين وطبعا كل يوم نحن خليناه محدد بموضوع معين في قطاع الطيران طبعا اليوم الاول كان اكثر تركيزا على التعرف على الاسلوب اسلوب الاداره الحكوميه دوله الامارات بدءا من الحكومه الاتحاديه مع المحليات مع التركيز بعد ذلك على اداره قطاع الطيران والذي يشهد الجميع انه يعني قطاع يتم ادارته بنجاح الارقام تتكلم لا يحتاج اني ازيد ولكن من خلال هذا هاي الاداره طبعا هناك الكثير من يعني الممارسات الجيده التي يمكن لاخواننا استفاده منها وهذا ما يعني الكثير من الاستفسارات بدات تاتينا الان في كيفيه ان تشارك معهم بهذه الممارسات بشكل فعلي وعلى ارض الواقع ونحن نرحب دائما بنقل هذه التجارب. اليوم اليوم كان عندنا يوم الاستدامه وبجداره انطلقنا من يعني من كلمات سواء من وزاره الطاقه الى مثلا مطارات أبوظبي ظبي كنا اول الصبح في وحده من المؤسسات الوطنيه التابعه لمجموعه طيران الامارات في الزراعه واللي من خلالها يتم انتاج الخضروات بالزراعه المائيه وهذا يعني اكثر تركيزا على موضوع الاستدامه في الطيران طبعا دولة الإمارات واحدة من الدول الفاعلة عندما يأتي الموضوع إلى الاستدامة سواء بشكل عام أو بالاستدامة فيما يخص الطيران نحن نحس بالمسؤولية تجاه الله. البيئة وبشكل كبير وأساس وهذا الإحساس ولد فينا والدنا المرحوم الشيخ زايد ومنطلقين بهذه المسؤولية كل ما نعمل يعني نحرص أن يكون صديق للبيئة والله الحمد طياراتنا كلها طائرات حديثة الأفضل في يعني تخفيف البصمة الكربونية الوقود هناك الكثير من المشاريع الخاصة بإنتاج الوقود يعني المستدام وكان في اليوم اعطونا ارقام ف يعني اليوم ان شاء الله بنختتمه وـ وـ ونحن كلنا حرص وطبعا انه التجربه الاماراتيه يعني تم الاطلاع على بعضها هو من الصعب حقيقه الاطلاع على جميع الممارسات الموجوده في دوله الامارات ولكن حرصنا على انتقاء الممارسات اللي يعني اللي ممكن خلال البرنامج الاربع ايام ان نقدمه واتمنى ان شاء الله ان يوفقنا هو هو تصدير ومشاركه حقيقه مشاركه للممارسات الناجحه في دوله الامارات الى شقائنا واخواننا سواء في الدول العربيه او غير العربيه يعني يمكن دولة الإمارات من الدول القليلة في العالم إلى أنه عمر الأسطول مالها لا يتعدى 12-15 سنة ويتم استبداله بينما في دول أخرى يمتد إلى 30 و40 سنة وبالتالي المحركات تكون منتجة لكميات كبيرة من الكربون نحن دائما حريصين على أن يعني المربحية المالية ليست هي الأساس ولكن هي الخدمية طيران يشكل الآن طبعا كرافد اقتصادي هو رافد اجتماعي هو يربط الدول والبشر من جميع قارات العالم فيجب أن يكون هذا الربط لا يؤثر على حياة ورفاهية الناس يعني وهذا ما نحرص عليه